عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال حضرتك يا شيخنا؟ بخير والحمد لله. الله يوسع عليك، الله يا يكرم رب، شيخنا، ولكن جزاك بارك الله خير. لنا الأستاذ. والله حضرتك أنا شغال بارك في الله المملكة لنا العربية السعودية، ولنا. نعم. وللأسف أنا شغال في خارج مصر في المملكة العربية السعودية، نعم. واكتشفت إن الشركة اللي بعمل فيها بتعمل في منتجات يعني بيكتبوا عليها إنها صيني، وهي بيكتبوا عليها إنها ألماني مثلا وهي صيني. وبيبيعوا المنتج على كده، وفي بعض الناس بتسألني طبعا ان هي صيني ولا الماني، فبقول لهم الحقيقة احيانا بكذب احيانا. لا تكذب، حرام تكذب، حرام، ما فيش فيها نقاش. كنت تقول الحقيقة، هذه صيني لا بأس، تمام، فهمت الكلام، ويا ليتك تبحث عن عمل في شركة أخرى. هل الأجر اللي بتقاضاه حلال في هذه الحالة ولا حرام؟ أنت اللي بتطبع الطبعة ولا إيه؟ نعم، أنت الذي تطبع الطبعة التي لا لا فيها الغش؟ لا لا لا، أنت مسوق ولا إيه؟ طيب عملك؟ لا لا، انا بعمل في اللوجيستيك، يعني في اللي هو في المستودعات واللوجيستيك وكده. على العموم حاول أن تبحث عن شركة أخرى قدر استطاعتك، وقدم نصيحة للعاملين لأصحاب الشركة. قدمت والله كتير يا شيخنا، بس هو للأسف يعني محدش اجتهد في البحث عن عمل آخر. شكرا.